اهلا بيك، سعيده ان انا معاكم النهارده، ويا رب دايما مهرجانات وتظاهرات فنيه في الشارع. كيف شايف المهرجان وشو اهميه المهرجان بالنسبه للفنان بشكل عام؟ لا، هو المهرجان ده مهم جدا وحساس، لانه الطفل لازم نهتم بيه، لانه انت لما بتفكر في الاطفال هم دول الاجيال الجايه، هم دول اللي هيحكموا في يوم من الايام، فلازم احنا كمان نهتم بيهم. لانه انا بقول انه انا بدات من المدرسه وانا صغيره، فتنميه المواهب ده مهم قوي. لما الطفل بيتفرج على فن وكمان احنا بنقدم له اللي احنا عايزين نقول له عليه، بمعنى ده احترام لقيمنا لعاداتنا لتقاليدنا، فده مهم قوي ومؤثر كبير قوي. بيوم وليله روجينا من برنامج صار له 13 سنه شفناك ترند على السوشيال ميديا، كيفك؟ والله بص، يعني انا مش عارفه ازاي، بس انا بقول انه دي محبه الناس. برنامج بقاله كتير قوي، وانا 13 سنه، وانا ما كنتش عارفه انه مقلب، والناس حبته وعملت عليه فيديوهات كتير جدا، فالحقيقه بقول انه دي محبه من الناس، الحمد لله يا رب يديمها عليا يا رب. شفناكي مهرجان القاهره للدراما من اسابيع، كيف شفت المهرجان؟ كنت سعيده جدا جدا، لانه انا بسميه انه ده عيد الفن بالنسبه لنا. نقابتنا هي اللي بتنظم المهرجان ده، نقابتنا هي اللي بتقول لنا احسنتوا، تستاهلوا احسن، تستاهلوا تتكرموا، ونقول لكم يعني للامام دايما. فانا كنت بعتبره انه اليوم ده عيد بالنسبه لنا كلنا، بالنسبه لكل الفنانين. ببارك لكل زمايلي اللي خدوا جوائز، ويا رب السنه الجايه جوائز بجوائز. في ورق بين ايديك هلا، شو في رمضان ولا مسلسل على المنصة؟ إن شاء الله رمضان 2023، تأليف أستاذ ناصر عبد الرحمن، إخراج أستاذ رؤوف عبد العزيز، مسلسل ستهم صعيد. صعيد. حلو. بطولة مين؟ أنا ومجموعة كبيرة جدا 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 من الفنانين، يعني أنا معاهم يعني. شرفت فيكي روجينا، كلمة أخيرة لمستمعي راديو الرابع. بشكركم ان انا معاكم النهارده، سعيده ان انا في الشارقه، دايما بقول ان الشارقه عاصمه الثقافه والفن، دايما تظاهرات فنيه، والف الف مبروك بالافتتاح النهارده.